واحنا في القرن 21 صعب جدا يكون في حاجة بتحصل من حوالينا العلم موصلش التفسير ليها. يعني لو جينا كده نبص هنلاقي انه كل شيء اصبح له قانون بيفسره وبيوضحه. القانون ده مستوحى من العلم او جاي من العلم. الجاذبية اصبح ليها قانون، طريقة دوران الشمس والارض والكواكب والقمر وطريقة ظهور النجوم و و و و والدوران والاسرار الفلكية، كل شيء أو خليني أقول 99% يعني بشكل غير علمي كده أو بشكل مبدئي 99% من اللي بيحصل حوالينا بيفسروا العلم وبيوضحوا وبينظموا. حتى فكرة ظهور البشرية وظهور يعني كوكب الأرض بكل الحياة اللي عليه أيضا لها نظريات بتفسرها. الغريب بقى أنه نشوف في القرن 21 في الزمن اللي احنا فيه دوت، في العصر اللي احنا فيه، بكل التقدم التكنولوجي، بكل التطور اللي وصل ليه العلم والعلماء على مدار بقى التراكم اللي حصل في العلم على مدار العقود اللي فاتت، الغريب أن احنا نشوف أن في ظاهرة العلم مش قادر يفسرها أو ما فيش ليها تفسير واضح، أو في اختلاف كبير جدا في الروايات اللي حصلة عليها والكلام اللي بيدور حواليها. خليني أحكي لكم أنا بتكلم عن إيه بالظبط، أو عن ظاهرة اتكررت على مدار الأيام اللي فاتت، ويمكن بدأت من أول شهر نوفمبر. ناس رصدت في أماكن مختلفة من العالم، رصدت شيء غريب جدا أغرب من الخيال. في الصين، في أمريكا، في بريطانيا، في السعودية، في منغوليا، رصدوا وصوروا فيديوهات لمجموعة من الحيوانات وهي بتطوف عكس اتجاه عقارب او عكس اتجاه عقارب الساعه، زي ما بيحصل في الطواف كده زي ما بتشوفوا معايا في الفيديو ده. حيوانات عماله تلف وتدور، اغنام ومعيز ومش عارف بقر ودلافين حتى في البحر واسماك وطيور. عايزه اقول لكم ظاهره غريبه جدا جدا جدا، مش بس في الصين، في ناس رصدتها في امريكا وناس رصدتها في أمريكا وبريطانيا والسعودية لحد دلوقتي. ده الفيديوهات اللي بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أول شهر نوفمبر والقصة دي شغالة. الأول أنا الحقيقة لما شفتها قلت يمكن دي حاجات كده مختلقة، حاجة تمثيلية بشكل أو بآخر، ولو أنه صعب جدا. بعدين من تكرار الفيديوهات وكل شوية نلاقي فيديو جديد والاسم أو العنوان طواف الحيوانات، بقيت أحس أن الموضوع غريب قوي. و اختلفت بقى حوالين نظريات، ناس تقول لك الحيوانات عندها قدره على انها تتنبأ بالكوارث الطبيعيه او بالاحداث اللي هي ليها علاقه بالزلازل او بالهزات الارضيه مثلا او بالفيضانات او بالاعاصير. في ناس بتقول لك الحيوانات عندها القدره انها تحس بده بدري عن الانسان او عن البشر، وبالتالي بتعمل حركه غريبه عشان تنبهنا وتحذرنا. هل الحيوانات النهارده بتحذرنا؟ هل الفيديو ده عباره عن تحذير لحدث كبير، لحاجه كبيره هتحصل في الارض في 2023 مثلا؟ قد يكون، معرفش. هل حصل الكلام ده قبل كده؟ برضو ده شيء غريب وسؤال مطروح ومحدش عارف. في ناس تانية بقى عايز اقول لحضراتكم فسرت الموضوع من منظور ديني، قال لك انتم مستغربين ليه؟ ما هو في الطواف دوت حاجة روحانية وحاجة يعني ليها علاقة بالغيبيات، وممكن تكون الحيوانات دي هي كمان بتسبح باسم ربنا وبتطوف في نفس اتجاه عقارب أو عكس اتجاه عقارب الساعة اللي هو نفس طريقة الدوران والطواف في الناس اللي بتروح تحج مثلا حوالين الكعبة. نظرية برضو اتقالت. نظرية تالتة ناس حكت فيها برضو وقريت عنها على مواقع التواصل وبدأوا ناس تكتب فيها، قال لك الحيوانات دي ممكن يكون في مرض أو بكتيريا معينة أو خلل في الدماغ بيخليهم يفضلوا يفقدوا التوازن ويفضلوا يلفوا ويدوروا. بس هل يلفوا بالنظام ده؟ هل يتحركوا بالشكل دوت؟ برضو علميا أنا مش عارفة. وهل يمكن يكونوا بيقلدوا بعض؟ محدش فاهم. طيب عندك ناس بقى مجموعة ربعة خالص غير كل اللي أنا بحكيه ده، غير بتوع الدين وغير بتوع الطب اللي قالك دول عندهم مرض أو عندهم خلل، وغير بتوع التغيرات المناخية اللي قالك أكيد في كارثة طبيعية الحيوانات دي بتتنبأ بيها. في مجموعة بقى ربعة خالص قالت لك حاجة مختلفة. الناس بقى اللي بتؤمن بعلم الطاقة والحاجات دي قالت لك في طاقة بتخرج من كوكب الأرض عملت ارتداد معرفش فين وسوت ايه والخلل اللي حاصل في الكوكب، ودول بدأوا الحيوانات اول ما نستجاب. الحقيقة نظريات تمخول وغريبة جدا ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل.
وأنهي تفسير من التفسيرات دول، أو على الأقل خيط من الخيوط دي ممكن يبقى فيه شيء من الصحة، أو تعالوا نرمي حتى كل النظريات دي في الأرض، إيه اللي يخلي الحيوانات تدور بالشكل دوت؟ ما هو محدش يقنعني إن ده فوتوشوب أو إن ده ملفق أو مختلق، لا مش بالطريقة دي أو مش بالدقة دي أو مش بالشكل ده أبدا. صحيح ما فيش حاجة في الفيديوهات تدل على زمن أو عصر معين، لكن يعني هو الفيديو يظل الفيديو، الحركة الطواف فيه ملحوظة وباينة ولا تخطئها عين. طيب هل العلم بيفسر كل شيء؟ تعالوا نحاول نفهم ونقرأ الموضوع مع بعض من الدكتور يحيى مدبولي الباحث بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ أنا بخير، بس يا ريت تفسر لنا الفيديو دوت، وهل عند حضرتك أي يعني نظريات كده تطمن الواحد، لأنه في تفسيرات كتير اتقالت وكلها الحقيقة أغرب من الخيال وكلها يقلق أكتر من أنه يطمن. خلينا في البداية برضو نتفق أني طبعا التفسيرات اللي حضرتك قلتيها كلها وعددتيها دي مثارة بشكل كبير اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل بشكل ملفت، وادى للموضوع اكبر من حجمه. ده من وجهه نظري. وزي ما حضرتك قسمتيهم لحاجات تفسيرات دينيه وتفسيرات ليها علاقه بالطاقه وتفسيرات، يعني ده تقسيمه رائعه جدا للتفسيرات المتنوعه اللي حصلت. بس خلينا نتفق اني انا بالنسبه لي هتكلم فيما يخص التفسير العلمي والطبي والبيطري فيما يخص الحيوانات دي، مع بعض قراياتي او مشاهداتي للفيديوهات دي ومراجعتي لبعض التدقيقات، وناس في ناس مدققين دققوا في تواريخ الفيديوهات دي. تمام. وتنوع الفيديوهات دي على حيوانات مختلفه او على فصائل مختلفه. يعني احدث واحد فيهم هو بتاع الخراف او الخرفان اللي كان في الصين، وده اللي كان في شهر 11 اللي فات. كان في فيديو تاني لنمل في 2020، وكان في فيديو تاني لمجموعات تانية في 2021، وكان في فيديو لأسماك برضو بتواريخ قديمة. الفيصل ان هو فيديو واحد، يعني الظاهرة دي مش أول مرة تحصل، حصلت قبل كده في سنين مختلفة. ده حقيقي، كان في مدققين كتير، في ناس كتير بتدقق ورا الحاجات اللي بتثار، وكمان التدقيق ما كانش بس على مستوى الوقت، لا ده كمان كان على مستوى التفسير لكل واحده منهم. ده هنحاول نتناوله مع بعض برضو. طيب خلينا برضو قبل ما نرجع نتناول التفسيرات دي والتدقيق المرتبط بالتواريخ، خلينا نقول طبيا او بيطريا، هل في امراض بتؤدي او تخلي الحيوانات تلف في سيركل او تلف في شكل دائري؟ في امراض وفي اختلالات مرتبطه بالبيهيفير او بالسلوكيات. في حاجات كده وفي حاجات كده، واحيانا بيبقى ميكس بالاثنين. عندي مرض في واحد او اثنين ويتبعه اللي هو السلوك، ان الباقي يقلد المريض ده بدون يعني ممكن فعلا مريض. كل مجموعه من الاغنام مثلا واحد فيهم مريض، الباقي كله يقلد بنفس الدقه دي ونفس الحركه بالظبط. ده علمي؟ ده موجود؟ ده وارد. وارد جدا، وارد جدا كمان يكون. لا بس وارد بنسبة قد ايه؟ هل هي احتمالية قوية ولا ضعيفة؟ بصي، هو للأسف الموضوع ده في جاب او في فجوة، لان الفيديوهات هي معروضة كفيديوهات، لكن مش معروض معاها رأي هل في دكتور راح هناك وكشف وادى ريبورت؟ هل في ناس خدت عينات وفحصت وشافت وتابعت على مدار الساعة؟ للأسف الجاب دي لسه ما حدش جاوب عليها لغاية دلوقتي. طب ازاي مع انه دي حضرتك بتقول لي في حاجه في 2020 و21 ودلوقتي اللي بيحصل اللي قبل كده؟ ازاي ما حصلش بحث معمق في الموضوع ده اللي قبل كده؟ مثلا فيما يخص النمل، في فيديو للنمل كان بيلف برضه في نفس الاتجاهات دي كان في احد العالم اللي هو اوريدي عمل ملاحظه للفيديو ده وهو اللي نشره، فسره ان وده تفسير اوريدي معروف في سلوكيات النمل من زمان، ان النمل لما بيضل طريقه بيمشوا في مجموعات. لا غير كده، بيفرز فيرمونات، كل واحد يفرز فيرمون عشان يسيب علامه للي وراه يمشي وراه. فالنتيجه الجمعيه المجموعه زي كده ان هم بيمشوا في سيركل. عاوز اقول لك ان العالم حتى علق على النقطه دي اللي نشر الفيديو، قال وبتبقى في النهايه ان هم بيموتوا مش بيكملوا، ان بيفضلوا الى ما لا نهايه بالوضع ده. فالتفسيرات فيما يخص سبحان الله فيما يخص القديم، لا اوريدي موجوده. فيما يخص القديم مثلا موضوع السمك متعلق بان هو اثناء فترات الهجره واثناء طبيعه البيئه المائيه ان في تيارات مائيه بتحكم مساراته،
وبتحكم ان هم بيهاجروا او بينتقلوا في مجموعات، فده بيوفر عليهم الطاقه ان هم يمشوا في سيركل، وبيوفر وبيقدم لهم نوع من انواع التدفئه اثناء حركتهم، فده ده مفسر. فيما يخص الفيديو الحديث او اخر فيديو بتاع الخراف، تفسير الطبي الحالات الطبيه، في عدوى بكتيريه اسمها الليستيريا بتتنقل لو الاكل بتاعهم فيه مشكله. الليستيريا دي لو وصلت لحد معين او وصلت لاصابه عامه بتعمل اصابه بتوصل للمخ، بتعمل مرض ان هو يلف حوالين نفسه. بس دايما بيبقى معاها اعراض اكتر من كده، يعني الحاله العامه بتبقى متاثره، في انقطاع عن الاكل، في ارتفاع في درجه الحراره، في اعراض تانية يعني بقى، مش بس فكره الدوران. مش بس بفكره الدوران، الدوران بيبقى مرحله منه. طب دكتور، عايز اسال حضرتك برضو، انا عارفه ان ده مش تخصصك، لكن انا دايما مقتنعه ان الباحث او الدكتور عنده نسق معين من العلم او من الفكر العلمي والنقدي. هل الباقي التفسيرات اللي احنا بنقول انه الناس طرحتها، ما يتعلق بمعرفش موضوع الطاقه، ما يتعلق حتى التفسير الديني او بفكره انه الحيوانات دي حاسه انه في حدث كبير وضخم وصعب ممكن يهز الكوكب كله في 2023، هل الكلام ده كله يعني في خيال او شعوذه، ولا ممكن يكون في شيء علمي؟ انا مش عارفه. فيما يخص احساس الحيوانات على المطلق، انا بقول الكلمه على المطلق بعيدا عن التفصيل على الفيديوهات اللي شفناها، احساس الحيوانات ببعض الكوارث وبعض والتنبؤ بده، ده اوريدي مثبت علميا في بعض الفصائل، وخصوصا زي الكلاب والذئاب وحاجات كتير بيحسوا بالزلازل قبلنا، بيحسوا بالموجات الصوتيه سواء الفوق صوتيه او التحت صوتيه، بيحسوا بيها مسبقا عننا، ده مثبت وله التفسير العلمي بتاعه. لكن اني نحن نعزي ده اللي احنا شفناه لارتباطه بكوارث، ما هو تنبؤهم برضو مش بيبقى مثلا قبلها بشهور، ممكن يبقى تنبؤ هيبقى قريب خلال ساعه ساعتين اسبوع بالكثير. انا لغايه دلوقتي ما سمعناش الحمد لله، وربنا ما يجيبش اي مشاكل يا رب حاجه حصلت في المناطق دي. فانا برضو مستبعد ده حاليا، لان حتى دول بره الرينج بتاع الحيوانات المشهور عنها ان هي بتتنبأ بقوه. ده احيانا في بعض الدول بتستغلهم وبتدربهم وبتعتمد تحذيراتهم في الحاجات دي. ياه، معقول؟ طبعا بالنسبه للكلاب والكلاب بالذات اكتر حاجه معتمده في التنبؤ بحاجات زي كده، يقدروا يتلافوا بيهم او يستشعروا او يتنبؤوا يعني يعرفوا اذا كان في حاجه جايه، خصوصا الزلازل او خصوصا الزلازل. بشكر حضرتك طبعا، يعني يظل في زي ما انت قلت الكلمه الادق، هي فكره انه في فجوه، طالما ما فيش عينات اتخذت، ما فيش ابحاث اتعملت على او اختبارات اتعملت على الحيوانات دي تحديدا، كل حاله على حده، عمرنا ما هنعرف هو ايه اللي حصل تحديدا، او ايه اللي خلى كل مجموعه في دول مختلفه في فترات زمنيه مختلفه، واحد في 2020، واحد في 2021، واحد لسه من كام يوم، واحد في شهر نوفمبر، عمرنا ما هنعرف ايه التفسير العلمي غير لو حصل يعني بحث واختبارات واستقصاء اكتر للفكره دي، وتبقى طبعا ظاهره غريبه جدا الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى مدبولي، الباحث في معهد الامصال واللقاحات البيطريه، ويا رب الستر والعافيه، يعني الواحد مش هيقول غير كده بعد كل التفسيرات دي، مهما كنا مقتنعين بالعلم وكل حاجه، بيبقى كده في حته جانب بنخشى من اي حاجه ما نعرفهاش او ما نفهمهاش او لا تفسر، ولازم نعترف انه في حاجات كتير ممكن يكون العلم لسه غير قادر على تفسيرها، ويبقى ليها جانب غيبي اخر محدش يعرفه ولم ياذن ربنا بمعرفته لسه يعني.